بعد مشاورات مكثفة بين وفد النظام السوري والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف، وافقت الأطراف المتفاوضة على الاجتماع بخبراء قانونيين دوليين من أجل مناقشة مقترح تشكيل آلية لوضع دستور جديد وفقا لمقترح ستيفان دي ميستورا. وتوصلت الأطراف المجتمعة خلال هذه الجولة السادسة إلى تشكيل لجنة مشتركة مكونة من المعارضة والنظام والخبراء الدوليين. لقد أجرينا مشاورات مكثفة خلال اليومين الماضيين، وتوصل وفدنا والمبعوث الخاص إلى اتفاق ينص على عقد اجتماع غير رسمي بين خبراء دستوريين من وفدنا وخبراء دستوريين من وفد الأمم المتحدة إلى سوريا الذي يترأسه ستيفان دي ميستورا، وذلك من أجل مناقشة ورقة المبادئ، أي الورقة التي تحتوي على 12 نقطة والتي تحتوي على نقاط يمكن أن تكون قاعدة لمشروع الدستور. من جهة أخرى، أرجأ المتفاوضون مناقشة مسألة الحكم والانتقال السياسي باعتبارها قضية تحتاج إلى المزيد من الترتيبات. وكان كل من وفدي المعارضة والنظام قد انتقد مقترح دي ميستورا بخصوص سلة الدستور ليوافق عليه لاحقا بعد تعديلات.